الدودة الخضرة دي ما بترحمش. يا غنس استنى شريف. أي فونس. أنا بعت لك ميل في برزنتيشن. أنا وعدت مجلس الإدارة إن يكون عندهم يوم الخميس بدري. لا خلاص لا الخميس بدري يا شريف. لا الخميس بدري حاضر. لا بسيطة. الخميس بدري حاضر. الخميس بدري. الديدلاين. قررت أتجسد لك عشان تحس بالوقت. الخنقة بقى والجو ده. أجيب لك من الآخر. نفسي مرة واحدة. مرة واحدة نخلص شغلنا زي الناس المحترمة. اسمع حضرتك يعني احنا لسه قدامنا يومين. بقول لك خميس بدري. فاهم؟ كل مرة بتقول الكلمتين دول وبتيجي قبل التسليم تبقى لابس البوكسر فوق راسك. انا مش عارف. انا حاسس ان نفسي نخلص شغلنا في البدري مرة واحدة. بقول لك هناخد نفسنا هنريح نخش نفرم الشغل. وانت بتعمل ايه يا حبيبي؟ ببرد ضوافي عشان ما بعرفش اشتغل على الكيبورد وانا ضوافي طويله. يعني ما نشتغلش خلاص يا ده؟ ما تسيب الشغل بقى يا فاشل يا تافه يا عديم المسؤوليه. لا لو سمحت ما انا ما اسمحلكش تغلطش في المسؤوليه ابدا. بعدين انا من ساعه ما ابويا الله يرحمه مات ما حدش قال لي يا فاشل دي خالص. والله ماما ساعات يعني كانت تدهاني كده. ولا والبشمهندس مدير بتاعنا محبة يعني ورشا وجوجو. لا جوجو عمرها ما قالت لي يا فاشل. كانت تقول لي يا لوزر. لا لوزر كده رقيقة هي أصلا. بقول لك إيه، أنا على لحم بطني من الصبح، ما تيجي نضرب حاجة كده خفافي وبعدين نرجع نفرم الشغل. يا ابني البريف يا ابني. انت مالك بقيت خنيق ليه كده؟ بريف ايه بس؟ تاخد بريف في رغيف؟ وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني. يا عيني عم الخميس يا مكياف. خد قول بقى السحبه دي. قول السحبه دي وحدي. ايوه انت مش هتبطل انت بتعمله. لا انت بتعمل ايه؟ سوري تاخد حاجه ابو وهاب بس مش عارف اعمل ايه دلوقتي. تشتغل مثلا. تصدق فكره؟ تخيل. انت عندك حق. انا بستهبل جدا. ويشيموخو ناسياما كيهاو ناشي جينلي با. انا احب حمام محشي ناشي جانجان ني دو جونجو جينلي با. ويشيموخو نيكام ياني محشي. ممكن افهم ايه علاقه اللي انت بتعمله ده بحياتك كلها وبالبرزنتيشن؟ لا انا مش عايز جهل بقى. مش عايز جهل. بنتعلم صيني يا خميس تشتغل صح. دلوقتي النمور الاسيويه هم اللي مسيطرين على البيزنس بتاع العالم كله والاقتصاد. خلص شغلك وليك عليا. هطبخ لك نودلز بايدي والبس لك بدله راس الصيني كمان لو تحب. ممكن تخلص الشغل. مفيش على فكره بدله راس الصيني. تقول اي كلام على فكره. اه لا ما هو انت بقى موترني وضغط عليا. ما ينفعش كده تعامل زي ما يكون دم تحت باطي. لا انا محتاج اهدى كده واركز. انت عارف يا معلم لو قدرنا نهدى ونركز هنرجع نفرم الشغل. شريف انا عايز اقول لك على حاجه بصوت هامس لو سمحت عشان ما تشوش على طاقتي وما تبوظش الانر بيس. الايه؟ الانر بيس. يا نهار ابيض. هو انت بتهب بيه؟ بتفرج على البوم العيله. مش ممكن خالته ليلى وهي صغيره كانت زي القمر. يا مجرمه. يلا شوف طنط مديحه مع القط اللي قوم اشتغل. وبعدين بقى هو كل حاجه شغل شغل شغل. احنا ايه اللي جرالنا؟ بقينا عاملين زي الطور اللي مربوط في ساقيه ما بنفكرش غير في الشغل وفي الوظيفه. خدنا ايه من الدنيا يعني؟ خدنا ايه؟ خميس احنا الدنيا خدتنا قوي. النهارده خميس. استنى اعد البرزنتيشن.
يا نهار ازرق فين القلم؟ هات الحاجة الايميل. استنى استنى الايميل باشمهندس بعت الايميل. نت فاصل النت فاصل وده وقته. استنى كل خميس خد مليني مليني بلدي كده امسك مليني مليني اي حاجة امسك ساعتين ساعتين بس محتاج ساعتين اديني ساعتين بقول لك ابوس ايدك ساعتين وانا هتصرف انا اي حاجة اي حاجة خميس يا رب يا رب ساعتين بس يا رب مجلس الإدارة يجي له امسك ساعتين خميس استر عليا ربنا استر عليه خميس خميس هنترفد يا خميس هنعيش بلابيس يا خميس انت ايه يا اخي انت ايه ما عندكش موظفين بنات بقول لك ساعتين بس ساعتين بس ساعتين بس ساعتين بس شريف 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 يا باشمهندس انا جالي سفر واجلت البرزنتيشن ليوم الاحد اعمله كويس بقى اتفضل الحمد لله الحمد لله ليه كده ليه نعمل في نفسينا كده بالظبط ليه نوصل ليه نوصل ليه نشتغل هنشتغل وخلاص اتعلم الحمد لله لا خلاص الحمد لله ايوه ايوه حسام احسن لا معلش اسكت في ظروف كده يا ابني عندي شغل يا ابني احنا في ايه ولا في ايه دهب ايه وخمس ايام ايه وبتاع اتكل على الله يا حبيبي روح انت وانا عندي حاجه ده انا ربنا سترها معايا على حركرك مع السلامه اتفضل جدع يا شريف هو ده الكلام اخش بقى نعمل لنا كوبايتين شاي ها يلا انا هبتدي اهو خلص الشغل يلا ماشي يا حسام يا ابني سخ دهب ايه وخمس ايام انت جننت اسمع بص انا اطلع معاك جمعه وسبت نخربها ويوم الحد ارجع نفرم الشغل فاشل